لو عرفنا أخطاء التفكير اللي بتؤدي لأزمة منتصف العمر، هنقولك النهاردة على روشتة كل واحد بيعاني منها يقدر إن هو يبقى انسايتد. يعني بعد ما يشوف الحلقة وعرضنا الأعراض، يعني إيه انسايتد؟ يعني يبقى مستبصر يا إيمان، يبقى عارف إيه ده أنا بعمل كده، طب أنا لما أكمل كده لا أنا هخسر حاجات كتيرة جدا. لذلك أغلب الزيجات التانية الناتجة عن أزمة منتصف العمر بتؤدي لمشكلات تانية، منها إنجاب وعدم تربية وانفصال طبعا. للمرة التانية الامر الاول او الخطا الاول في التفكير اسمه البيرسوناليزيشن، ان انا بحس ان انا ثقتي بنفسي قليله فباخد كل حاجه على نفسي. الامر الثاني حاجه اسمها الجامبنج اوف ثوتس، التفكير القافز. يعني يبقى قاعد ولادي معايا فابدا ابص لهم وافرح بيهم، انت خلاص انت بكره داخل الجامعه، انت دلوقتي بتخلص ثانويه عامه، يعني خلاص هتتجوز وتحب وتحب، وانا تسيبني والحيطان دي كلها تبقى حواليا والبيت ده يفضى عليا. ايوه ومفيش حد هيكلمني، ده غير اصحاب النادي اللي ما بقوش يسالوا عليا، واصحابي في الشغل اللي دايما بيعملوا مشاكل معايا، والناس اللي حواليا اللي ممكن تكون مش بتحبني انا. وابدا في التفكير القافز من نقطه سيئه الى نقطه اسوأ لاسوأ لاسوأ، وده ينقلني لتالت خطا من اخطاء التفكير اللي بيؤدي لانهيار حياتي النفسيه. اسمه النيجاتيف جنراليزيشن، التعميم السلبي. انا مش حاسس باي حاجه كويسه. نجاح بتقولي ان انا ناجح؟ طب مش حاسس، مش مبسوط. يفيدني بإيه النجاح؟ فايداني بإيه الفلوس؟ أنا مش مبسوط. ويبدأ يردد أو تبدأ تردد هي نفس الكلمات دي. كويس ماشي، ما بيشتمنيش، ما بيقوليش كلام وحش، ما بيحرمنيش من أهلي، بس أنا مش مبسوطة. أنتوا ليه مش حاسين بيا؟ أنا مش مبسوطة معاه، مش حاسة بيه، مش عايزة أكمل. أنا بنقل لك نفس المفردات اللي إحنا بنسمعها من الناس وهي في أصعب حالاتها النفسية. في أصعب الحالات. لو مرينا بالثلاث أخطاء دول من التفكير ودول أعراضهم، نقدر نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ أزمة منتصف العمر أنا بشوفها منحة منتصف العمر. منحة؟ طبعا. المنحة دي معناها أن أنت حصل لك كده نوع من الفوقان المفاجئ اللي تقدر تقيم بيه حياتك. ولو إحنا عندنا دايما عندنا بنحسها محنة مش منحة. إحنا قلنا أن الأزمات اللي بنمر بيها تقديرها مختلف من شخص إلى آخر. وتقديرنا لأزماتنا أمر متروك لينا إحنا لوحدنا. طيب. يعني لو أنا بصيت للأزمة بمنظور مختلف أنا هقلبها من المنحة لمحنة أو العكس. يعني ممكن أن أنا أكسب منها وممكن أن أنا أفضل أعاني منها وقت أطول. تعالي نبص للست اللي بتعاني من أزمة منتصف العمر، ممكن تفكر إزاي في أمر زي ده. لما بنيجي نعمل لها تعديل معرفي ونقول لها أنت دلوقتي عيالك كبروا، مسؤولياتك قلت، أنت عندك فرصة تعيش حياتك للمرة التانية. يعني لو أنت دلوقتي في منتصف عمرك أربعينات مثلا، عدتيها قلتيها، لا أنت بدل ما تفكري إن في حاجات فاتتك، ده أنت مسؤولياتك قلت وتقدري إنك تكملي حياتك ليك، يبقى التركيز عليكي والاهتمام بيكي والتواصل معاكي، فتبقي أحسن.